أول مرة اشتغلت في مسلسل مع دنيا وأول مرة اشتغلت في مسلسل مع إيمي حسيت بإيه؟ دي ستايل ودي ستايل. بيحبوا شغلهم قوي بشكل غير طبيعي، وفي نفس الوقت تلاقيها قلقانة عليا، ولو أقول حاجة أوفر تيجي تقول لي. مين موهبتها يعني كفها يعلى عن التانية؟ والله عايز أقول لك دي ستايل ودي ستايل، بس الدنيا بتفكر أكتر. إيمي فيها الفرس بتاعي، فيها، مع إن دنيا لو عامل بتعمل كوميدي بتبقى جبارة فظيعة، وخصوصا في التقليد، واخدة حكاية التقليد منك. فظيعة يعني، تلقط الشخصيات وتجيبها بالظبط، واللهجات وتجيبها بالظبط يعني. كذلك إيمي بالرغم من لدغة الره اللذيذة اللي فيها دي، كان الدكتور زمان عايز يشيل لها اللدغة دي، قلت له اوعى يعني، فاهم ان دي حاجة جميلة. تقعد الست لما بتتكلم بيه لما توصل 100 سنة وتقول بيه بتبقى صغيرة. ايوه طبعا. بتعمل جاذبية يعني.